هلا، هسا اليوم إن شاء الله راح نبدي الدورة اللي مقرريها على مود نشرح بيها الـ ASP.NET Core والـ MVC5، ونشرح أيضا مجموعة تفاصيل تخص البرمجة راح نستعملها أثناء ما نسوي موقع عن طريق الـ MVC5 والـ ASP.NET Core. الشغلة الأولى اللي راح نشرحها إنه أكو موقع على الإنترنت. هذا الموقع اسمه Teacher Tutorials. نفتح جوجل، نروح على الإنترنت، بس مجرد إنه تكتبون Teacher Tutorial ومباشرة راح يطلع بالسيرش. فنروح على Teacher Tutorial، ندخل على أول لينك موجود. هذا موقع التيتشر توتوريال يشرح هواية شغلات اللي تخص الويب، من عندها لغة السي شارب، الـ ASP.NET MVC، اللينك، الويب اي بي اي. يشرح ايضا الجافا سكريبت، الجي كويري، النود جي اس والانجولار جي اس. هسه احنا راح ناخذ من عنده شنو؟ راح نبدي ويا انه نفتهم شنو هو الـ ASP.NET Core، اوكي، او هو شنو هو الدوت نت كور تحديدا. فعندنا فوق بهاي القائمه نروح على خانه الدوت نت، نختار ASP.NET Core. ال ASP.NET Core هسه هنا هذا هو مجموعه شروحات هو خالها تفصيلا شارح بيها الـ ASP.NET Core. طبعا هذا يعني اكو اكثر هو حكي نظري، تمام، يعني مو قليل بالاشياء العمليه، لان هو اصلا الدوت نت كور هو عباره عن فريم ورك، يعني احنا ما راح نسوي كود بي بقدر ما راح احنا نستعمله، تمام. فهسه على سبيل المثال نبدي نبلش الـ ASP.NET Core Tutorials. هنا بالبداية هو شنو الـ .NET Core؟ يقول انه الـ ASP.NET Core New Version of ASP.NET. شركة مايكروسوفت اطلقت قبل فترة طويلة اصدار اسمه ASP.NET. هذا الاصدار كان يشتغل بالـ .NET Framework، اوكي؟ فهسه احنا صار عندنا اثنين .NET، اكو عندنا .NET Framework وعندنا دوت نت كور. زين، نجي نقول شنو الفرق بيناتهم. الفرق انه اول شيء الدوت نت كور هو عباره عن اوبن سورس ويب فريم ورك، يعني هذا انه شركه مايكروسوفت من انتجته اطلقت السورس مالته، الكود سورس مالته نشرته، يعني مو فد شيء حكر الكود سورس مالته. بنفس الوقت الدوت نت كور يشتغل البرامج اللي نصممها بالدوت نت كور، اوكي، تشتغل على مختلف الاو اسات، يعني ممكن انه تشتغل على الويندوز وعلى الماك وعلى اللينكس بنفس الكود. يعني الكود اللي نكتبه بالاي اس بي دوت نت كور راح يشتغل على الويندوز او اس وعلى الماك او اس وعلى لينكس او اس، تمام. هنا هو طبعا راح يبدي يشرح نظري، يقول انه هاي التوتوريال راح تفهمك شلون تفتهم الاي اس بي دوت نت كور ويب ابلكيشن خطوه خطوه. هذا التوتوريال راح يفسخ لك الشرح على عده مواضيع، كل موضوع يحتوي على عدد من المواضيع المرتبطه به، تمام. ومصفطيها هم على مود انه تدعم سهوله الاستفهام وتنطي سهوله الفهم وتنطي امثله حقيقيه. هاي اللي شصحوا له التوتوريال يقولون انه هي مصممه للناس اللي هم مبتدئين وكذلك للناس اللي هم بروفيشنال. يعني هذا الشرح اللي موجود بالموقع صراحه فعلا انا يعني قاري كله انه هو فعلا يفيد الناس المبتدئين ويفيد الناس البروفيشنال، اوكي. هذا باقي لا بلا بلا بلا، اوكي.
يقول هنا اذا تريد تقرا الاي اس بي دوت نت كور لازم انت عندك على الاقل معرفه، يعني خلينا نقول معرفه اوليه بالسي شارب، بالاتش تي ام ال، برنامج الفيجوال ستوديو، بلغه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. يعني انت لازم عندك معرفه بهذني الاشياء بالبدايه، على حتى لو معرفه قليله على مود تقدر تفهم شنو هو الدوت نت كور. نروح للصفحه الثانيه، طبعا هذا النظري لكم، وراح انشر هذا الرابط مال الموقع على مود تطلعون عليه بقناتي على التليجرام. هذا ممكن تطلعون عليه، ممكن تقرون الشرح النظري مالته. انا راح اهتم بالجانب العملي، النظري موجود هنا ومكتوب، ماكو داعي اني اشرحه. هنا هسه يرجع انه دوت نت كور اوفر فيو، يقول انه الدوت نت كور هو نيو فيرجن اوف دوت نت فريم ورك which is free, open source, general purpose development, platform mentioned by Microsoft. بلا 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 إلى آخره. ليش نستعمل الدوت نت كور؟ هذا أيضا شرح إنه ليش نستعمل، ليش واحد يروح يستعمل الدوت نت كور؟ شنو الخصائص اللي يتميز بها الدوت نت كور؟ منها open source framework، منها هو cross platform يعني يشتغل على أكثر من OS، منها consist across architecture wide range of application يعني ممكن يسوي لنا ابلكيشنات بشكل واسع جدا. يعني على سبيل المثال باستخدام الدوت نت كور ممكن نسوي موبايل ابلكيشن، ممكن نسوي ديسكتوب ابلكيشن، ممكن نسوي ويب ابلكيشن، ممكن نسوي كلاود ابلكيشن، ممكن نسوي ماشين ليرنينج، ممكن نسوي مايكرو سيرفيس، ممكن نسوي جيم الى اخره. يدعم اكثر من لغه، يدعم السي شارب، يدعم الاف شارب، يدعم الفيجوال بيسك بروجرامينج لانجويج الى اخره. موديول اركيتكتشر، سي ال اي تول، فليكسيبل ديفلوبمنت، كومباتيبلتي، هاي الى اخره من الاشياء النظريه اللي انا ما احبها. طبعا هاي انتم لازم تقروها، انا هاي قاريها ومفاهمها ومستوعبها، بس انتم يعني انتم اقروها حسب مجالكم، ولا حد يقول لي ما اقرا نظري. ليش؟ لان انا هسه اليوم راح اجي اشتغل عملي، باشر عقبه يجي شخص يسالك يقول لك تعال انت تستعمل الدوت نت كور، انت شنو فاهم عن الدوت نت كور؟ ليش رايح تستعمل الدوت نت كور اصلا؟ اوكي، فانتم لازم تكونون فاهمين انتم ليش تستعملون الدوت نت كور، انتم شنو الفائده من الدوت نت كور، الدوت نت كور شنو الخصائص مالته، اوكي شنو المميزات مالته، تمام الى اخره. اوكي صارت الحمد لله زين. هسه نروح على الـ ASP.NET Core. هسه هذا كان مختصر مفيد عن الـ .NET Core نفسه، هاي الخطوة. هسه هنا وصلنا للـ ASP.NET Core. الـ ASP.NET Core Overview هنا راح يجي أيضا لا بلا بلا على ASP.NET Core يشرح. هسه أكو هنا مخطط مفيد يوضح لنا هذا المخطط شنو الفرق بين الـ .NET Framework وبين الـ ASP.NET Core. اوكي، بين الـ .NET Framework وبين الـ .NET Core الفرق الواضح بيناتهم انه الـ .NET Framework يدعم فقط الويندوز. يعني قبل من كنا نسوي تطبيقات ونستعمل الـ .NET Framework، تطبيقاتنا اللي نسويها بهذا الفريمورك اللي هو الدوت نت فريمورك ما تشتغل فقط على الويندوز، يعني ما نقدر نشغلها على الماك ولا نقدر نشغلها على اللينكس. بينما التطبيقات هسه اللي نسويها بالدوت نت كور 2 او بالدوت نت كور 3 راح تشتغل على الويندوز والماك واللينكس. واضح لهنا؟ بعد يقول هنا ليش الاي اس بي دوت نت كور، هذا ايضا يشرح لكم. انتوا اريدكم شويه يصير عندكم فرق. الدوت نت كور ممكن انه نسوي بيه عده برامج، ممكن برامج مال موبايل، برامج مال كلاود، برامج مال المايكرو سيرفيس، برامج مال الجيم، هذا الدوت نت كور بوحده. هسه الاي اس بي دوت نت كور نسوي بيها برامج فقط مال الويب. اوكي، يعني الدوت نت كور هو عباره عن اوبن سورس وكروس بلاتفورم. الـ ASP نسوي بيه برامج مال الويب. هسه إذا دمجنا الـ ASP ويا الـ .NET Core راح نقدر نسوي برامج مال الويب وهي كروس بلاتفورم. أوكي؟ فخلوا إنه يصير عندكم فرق واضح بين الـ .NET Core بوحده وبين الـ ASP.NET Core.
زين، بعد هسه شنو عندنا؟ عندنا هنا اكو جدول اوكي يوضح شنو الفرق بين الدوت نت كور بوحده وبين الاي اس بي دوت نت كور. نجي هنا، الدوت نت كور هو اوبن سورس وكروس بلاتفورم، الاي اس بي دوت نت كور هو ايضا اوبن سورس وكروس بلاتفورم. الدوت نت كور هو ران تايم تو اكسكيوت ابلكيشن بيلد اون ات. الدوت نت كور هو فد فريم ورك يساعدنا بالران تايم، يعني هو اللي يشغل البرنامج مالتنا. الدوت نت كور هو اللي يشغل البرنامج اللي راح نبنيه بواسطته اوكي، بينما الاي اس بي دوت نت كور هو ويب فريم ورك تو بيلد ويب ابلكيشن، يعني الاي اس بي يساعدنا انه نبني تطبيقات تسوي لنا مواقع او تسوي لنا برامج سحابيه اوكي، مثل الام في سي ومثل الاي بي اي ومثل الويب ابلكيشن. بينما الدوت نت كور بحده هو برنامج ينفذ لنا الويب ابلكيشن اللي راح نسويه بواسطته اوكي. فانتوا تقدرون تعتبرون انه الدوت نت كور هو الران تايم، البرنامج المسؤول عن الران تايم او الكود المسؤول عن تشغيل الموقع مالتنا، بينما الاي اس بي هو الكود اللي هو الموقع مالتنا نفسه اوكي. هاي شويه الاندرستاند مالتها شويه صعب، فعادي يعني تقدرون بعدين انتوا تقرون عليها نظر هوايه وتستوعبوها. فالاي اس بي ممكن انه يسوي لنا ويب ابلكيشن، ممكن انه يسوي لنا موبايل باك اند اوكي. الاي اس بي هو مبني فوق الدوت نت كور والدوت نت فريم ورك، يعني الدوت نت كور والدوت نت فريم ورك هما الاساس مال البرنامج، والاي اس بي محطوط فوقهم. يعني الاي اس بي يسوي لنا برامج، بس منو اللي يشغل هاي البرامج؟ يشغلها اما الدوت نت كور اما الدوت نت فريم ورك. ادري لحيت بس هاي موضوع مالتها مهم. زين هسه نجي نقول الدوت نت كور، هذا الدوت نت كور يشتغل او يتنصب اثناء الران تايم اوكي. install dot net core runtime to run application and install dot net core sdk to build application. اكو عندنا نسختين من الدوت نت كور، الدوت نت كور الاس دي كي والدوت نت كور الران تايم. شنو الفرق بيناتهم؟ هسه احنا اليوم نريد نجي نصمم موقع بالدوت نت كور، ما راح نستعمل الدوت نت كور ران تايم، راح نروح نستعمل الدوت نت كور اس دي كي. ليش؟ لان احنا جاي نبني برنامج بالدوت نت كور، فنروح نستخدم الاس دي كي مالته على مود نبني هذا البرنامج. بس مثلا من خلصنا هذا البرنامج مالتنا وردنا نصعده ونخليه على الانترنت، ردنا ننشره ونخليه على الانترنت، السيرفر مالتنا شنو نحتاج لنا نصب بيه؟ ما نحتاج لنا نصب بيه دوت نت كور اس دي كي، لان احنا بالسيرفر ما راح نبرمج، بالسيرفر راح نشغل البرنامج مالتنا. فبالسيرفر راح نخلي الدوت نت كور ران تايم اوكي، راح نخلي الدوت نت كور نسخه الران اوكي. بينما بالبرمجه راح نستخدم نسخه الاس دي كي، نسخه الاس دي كي نستعملها حتى نسوي البرنامج، نسخه الران تايم نستعملها حتى ننفذ البرنامج على السيرفر. الاي اس بي يقول there is no separated runtime on SDK are available. الاي اس بي ما بي نسختين، نسخه للران تايم ونسخه للبرمجه، هي نسخه واحده، هي اي اس بي دوت نت كور لايبراري، ما بيها نسختين. الدوت نت كور بي عده نسخ، نسخه الدوت نت كور اس دي كي، نسخه الدوت نت كور ران تايم، هاي موجودات بالجيت هاب ريبوزيتوري تقدرون تتابعوها. بينما الاي اس بي دوت نت كور هو عباره عن نسخه واحده اوكي، هو اي اس بي دوت نت كور نسخه واحده. الدوت نت كور واصل لحد الان 3.1، كذلك الاي اس بي ويا ايضا واصل 3.1. سوري قطع الابلكيشن، قطع البث شويه. زين
هسه عندنا الانستول الدوت نت كور والاي اس بي دوت نت كور، شلون ننصب هذا الدوت نت كور او الاي اس بي دوت نت كور؟ هنا بهذا الشرح يقول انه يابا احنا من ننصب الفيجوال ستوديو اوكي باي ديفولت هو الدوت نت كور والاي اس بي دوت نت كور راح ينزل وياهن، بس لازم ننصب الفيجوال ستوديو يا اما نسخه 2017 يا اما نسخه 2019 اوكي. اذا لا طبعا هاي اثناء ما ننصب الفيجوال ستوديو نختار الباكج مال الدوت نت كور كروس بلاتفورم ديفلوبمنت، يعني لازم احنا نختار الباكج مالتنا نضمن وياها الدوت نت كور. اذا لا والله احنا ما نريد انه شو سحوله ما نصبناه ويا الفيجوال، نريد ننصبه بشكل مفرد، فممكن انه عندنا باكجات مايكروسوفت طارحه باكجات اونلاين تقدروا تنزلوها باي وقت، منها باكج الدوت نت كور اللي هي واصله 3.1 وباكج الدوت نت فريم ورك اللي واصله 4.8. من هنا هذا خلص النظري، خلص الله بلا بلا، هذا الباقي هو كله عملي. يعني هذا لحد الان بس اربع سكشنات هي نظري، الباقي كله سكشنات عمليه. يعني من الكرييت اي اس بي دوت نت كور واحنا نازلين هاي كلها سكشنات عمليه. هسه هنا بالكرييت اي اس بي دوت نت كور راح يشرح لنا شلون حنسوي برنامج. فهسه انا هنا ايش راح اسوي؟ هذا حاليا الاي اس بي دوت نت كور هنا راح يشرح لكم شلون تسوون برنامج عادي مو برنامج ام في سي. فانا هنا راح اربط بيناتن اثنيناتن، راح اسوي برنامج اي اس بي دوت نت كور وبنفس الوقت دوت يعني اي دوت نت كور وبنفس الوقت ام في سي. ف نروح على الحاسبه مالتي، نروح على الدي. احنا انا طبعا كنت مسوي برنامج البارحه بس على مودكم راح امسحه ونسوي برنامج جديد. هسه انا بحاسبتي بدي مسوي ملف جديد اسمه asp.net core mvc course. اوكي راح اخزن البرنامج مالتنا بهذا الملف. فنشغل برنامج الفيجوال ستوديو على ما يشتغل. اشرب ماي. طبعا هذا نلغيه لانه احنا مسحناه. فهسه هذا اشتغل برنامج الفيجوال ستوديو. طبعا انا منصب برنامج الفيجوال ستوديو 2019، انتوا تقدرون تنزلون ال17 او ال19، بس انت قولي اكو فرق بين ال17 وال19. ال17 ما بي الدوت نت كور 3.1، بي لحد الدوت نت كور 2.1. ال19 بي ال 3.1. فانتوا وطبعا اكو فرق بين الدوت نت كور 3 وبين الدوت نت كور 2، واكو فرق حتى بطريقه كتابه الكود، يعني مو فقط انه فرق بالابديتات او بالاشياء، لا حتى بطريقة كتابة الكود اكو فرق. يعني الدوت نت كور 2.1 اكو في مكانات معينة لازم نكتب الكود بهالطريقة وياه، بينما بالدوت نت كور 3.1 لازم نكتب الكود بمكانات معينة بغير طريقة اصلا. اوكي لذلك انصحكم انه تنزلون نسخة ال 19 البروفيشنال، وموجود الكي مالتها تقدرون تشترون من الصناعة بفلس ونص، تقدرون ايضا تحصلوا من الشير ببلاش، موجود على الجوجل ايضا ببلاش. هسه راح نقول create new project. من كريتنا new project راح نختار اول شيء اجي اختار لغه البرمجه مالتي هي سي شارب. اريد البلاتفورم مالتي، طبعا انا هنا راح اقول له all platform لان هو الاي اس بي دوت نت كور يدعم كل البلاتفورم. وش راح اقول له؟ راح اقول له كلاود. هذا الفلاتر مالاتي انا مو يطلع لي اشياء اهواي، فهو هذا راح يطلع اول واحد. اوكي فنختار asp.net core web application، قول له next. فهنا انا راح يقول انطيني اسم للبرنامج مالتك، فانا راح اقول له مثلا طبعا انا هاي بي مشكله سيرفي دائما انسى شلون اكتبها.
فالبرنامج مالتنا راح نسميه اونلاين سيرفي. السيرفي معناها استطلاع او هيك شيء. طبعا نختار هنا نجي نختار الملف مالتنا اللي نريد نخزنه بيه. اوكي، فراح انا اروح على الدي واختار هذا الفولدر اللي انشأناه. هاي ابد لا تسووها صح، اذا تسووها صح بعدين اكو اشياء تعلق عندكم، فعفوها هاي ابد 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 لا تسووها صح. يعني هي مو تعلق بس راح اكو اشياء هي المفروض تكون منفصله، هو راح يدمجها يخليها بملف واحد وراح تنخبصون بيها، فعفوها هيك على حطتها. هسه هنا من دا نشتغل دا نسوي ويب ابلكيشن، اجي قال يابا عندك انت هوايه خيارات على مود تسوي ويب ابلكيشن بهالطريقه بالاي اس بي دوت نت كور. اول شيء تعال اختار انت يا فريم ورك تريد تستعمل، تريد تستعمل دوت نت كور لو تريد تستعمل دوت نت فريم ورك. فاحنا شنو شرحنا؟ اي اس بي دوت نت كور. طبعا الدوت نت كور افضل من الدوت نت فريم ورك بهوايه شغلات، اولهن هي انه كروس بلاتفورم، هاي اول شغله. الشغله الثانيه يقول تعال انت يا اصدار تريد تستخدم، فاحنا ما نستخدم اصدار 2.1 راح نستخدم اصدار 3.1. اوكي، هسه هنا يقول انت شو تريد تنشئ تطبيق، يعني ويب ابلكيشن شنو نوعه؟ تريده فارغ، تريده اي بي اي، تريده ويب ابلكيشن، تريده اب في سي، تريده عن طريق الرياكت، تريده عن طريق الانجولار، تريده عن طريق الرياكت جي اس والريداكس. طبعا اللي مستعمل اللي قاري على الانجولار او قاري على الرياكت، الرياكت بس كملاحظه، طبعا الرياكت والرياكت ريداكس هن نفس الشيء، بس مجرد انه هذا رياكت بوحده بدون ريداكس، هذا بريداكس، بس انه اثنيناتهم يعني نفس الـ نفس الـ نفس الكود ونفس الشغل، وهن اثنيناتهم مسويتهم فيسبوك. الفيسبوك طريقه الديزاين مالته هي بالرياكت، اوكي بالرياكت وبالرياكت نيتف، بس الفيسبوك انه هو يعني الرياكت مسويته فيسبوك ومستعملته على مود تنشئ تطبيق الفيسبوك، تمام عيني؟ فانه اذا تريدون تحبون تقرون على الرياكت وممكن تجون تسوون ويب ابلكيشن مبني باستخدام الرياكت، اوكي؟ او تقدرون تسوون ويب ابلكيشن عادي يعني بالام في سي وتستعملون الجي كويري واشياء عاديه. فهسه احنا حاليا راح نختار Web Application Model View Controller. طبعا هنا اخلي بس هاي ال Configure for HTTPS صح، هاي ال Enable Docker Support ما اشغلها، هاي اصلا ما اشغلها، فاختار Web Application Model View Controller واتاكد هنا انه اني السورس مالتي هو .NET Core 3.1، اقول لك Create. هسه احنا صار عندنا انفتح الابلكيشن تكريت. اوكي، هسه نسد هاي صفحة الستارت اب ما نريدها، نجي على هاي البداية. طبعا شباب بس كملاحظة جدا مهمة، هذا الشرح هسه اللي قد اليوم انا راح اشرحه، اوكي او باكر راح اشرحه، هو يعني بس اول محاضرتين ما بيها شيء جديد، انا اعترف بهذا الشيء، بس يعني انه حالة مود تكون الدورة متكاملة ما اقدر اني قبل اطب بالاشياء الجديدة اللي انا اريد اشرحها. فاول محاضرتي قد تكون تلقون هواية مثلها بالانترنت تشرح انه شنو الام في سي وشنو الاي اس بي دوت نت كور، بس ان شاء الله من المحاضرة الثالثة راح نبدي نطبق اشياء اللي هي على سبيل المثال الدوت نت كور
العفو الدوت نت كور مابينج، الدوت نت كور موديلينج، راح نبدي نستعمل الدابر، راح نبدي نفتهم شنو التاسك والاسينكرونانس وشلون البرنامج مالتنا يشتغل مالتي ثريد على مود الهاي بيرفورمانس. راح نبدي نسولف انه شلون نخلي كاشات بداخل البرنامج مالتنا. طبعا الكاش هو انه يسرع العمل، يعني مثلا على سبيل المثال تعرفون انتم كمعمارية انه الكاش هو اسرع وحدة تخزين موجودة بالسيرفر او بالحاسبة، اوكي، اللي هي تكون قريبة جدا على السي بي يو، اقرب وحدة تخزين على السي بي يو، بعد حتى اسرع من الرام، اوكي. فهنا بداخل هذا البرنامج راح انه نخزن، نتعلم شلون نخزن اشياء بالكاش ونجيبها من الكاش. على مود على سبيل المثال اليوزر من اجى سوى تسجيل دخول للموقع مالتنا، انا خوما اروح كل مره احتاج معلوماته اروح اجيبها من الداتابيس، هاي هنا اني دا اصرف ريكوستات هواي على الداتابيس، فاني لازم ايش اسوي؟ لا، انه اخزن معلوماته بالكاش واجيبها من الكاش، يعني بواحد ملي سكند انه ممكن اجيبها من الكاش احسن ما اجيبها بواحد سكند من الداتابيس الى اخره، العفو الى اخره من الاشياء المفيده. بعد انه بالاضافه لذلك اوكي هسه لحد الان سجاد بدون استاذ. لا يا معود، اي واضح، قول اني اي هو هيجي، اي هو هيجي، اي نعم 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 لا لا بالعكس تفضل، لا بالعكس اهلا وسهلا بك، الي الشرف والله. لا هو ان شاء الله استاذ انه راح تكون يعني هسه انا بلشت هاي من اول خطوه انه شلون سويت كرييت ابلكيشن لحد ما اكمل الابلكيشن واصعد على السيرفر واخليكم تطبون الى من موبايلاتكم وتلقوه يشتغل منا من الصفر لحد 100. صراحة هو أستاذ أنا هسه حاليا دا أسجلها هاي، إذا دشوف هذا المكان مال التسجيل هسه هذي حال هذا دا يسجل، فإن شاء الله إنه بس تخلص أصعدها لليوتيوب عيوني. لا لا أصعدها يوتيوب عادي، مو فد مشكلة، هم بيها فائدة للجميع عيوني. تسلم تسلم تسلم، تمام. هسه نجي على انه نسولف على السوليوشن اللي صار عندنا او اتكريت هنا بهذا البرنامج. طبعا هذا السوليوشن اكسبلورر خاف انه يختفي من عندكم، فتقدرون عن طريق الفيو وتعرضوه من هنا، اول واحد سوليوشن اكسبلورر، اوكي. هسه هذا السوليوشن اكسبلورر شنو الاشياء اللي يحتويها؟ هسه احنا سولفنا انه احنا بدنا نشتغل وفق مبدا الاي اس بي دوت نت كور. الدوت نت كور يوفر مجموعه اشياء، والاي اس بي عفوا الام في سي يوفر اشياء ثانيه. فلو نرجع للموقع، طبعا هذا الموقع راح يكون هو الريفرنس مالتنا، لو نرجع للموقع الموقع شنو راح يقول؟ راح يقول شوفوا هسه انتم هنا هاي الاشياء، احنا هنا بعدنا بخانه الاي اس بي دوت نت كور ما طابين للام في سي. الاي اس بي دوت نت كور شنو اللي يوفر لنا؟ يوفر لنا الـ Dependencies والـ Properties والـ WW Root والـ Program والـ Startup. يعني لو نرجع للبرنامج مالتنا، نرجع للبرنامج مالتنا الـ Dependency والـ Property والـ WW Root والـ Program والـ Startup هذني جايات من الـ .NET Core، من الـ ASP.NET Core.
الـ MVC شنو اللي انطانا اياه؟ انطانا الكنترولر والمودل والفيو والسيتنج والسيتنج الثانيه. اوكي، يعني هذني الخمسه، هذني الخمسه هن جايات اجلست بس لا خربته ما ادري اجلست الو صباح الخير لس لا انا هنا ما ادري ايش دزت على هذا الفايل وما ادري ايش راح يصير فدا انتظر ايش راح يصير قلست كور اي 7 بس جيل الرابع اي زينه تقريبا اي فهسه هذني الملفات اوكي خمسة هذني هن جايات من الام في سي البقيه جايات من الدوت نت كور اوكي هسه احنا نبقى بملفات الدوت نت كور لحد الان ملفات الدوت نت كور راح هو طبعا هنا راح يشرح لنا هو هذا الموقع بالتفصيل اول واحد هو ملف ال www root او لا لحظه يمكن طفرنا قبلهن ها اي بادي يشرح انه يقول يابا هذا بالسوليوشن عندكم هاي الفولدرات ما ادري شنو الى اخره بلا 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 هنا اذا تريدون تعرفون كل واحد يعني كفكره نظريه انتم تعرفون الشرح النظري مالتها انه شنو السي اس السي اس بروجكت هاي تقدرون تقرون من هنا راح يفسخ هذا تفسيخ انه كل ملف شنو الفائده منه كل ملف هو شنو هذني هن شنو اوكي شنو هن الديبندنسي كل ديبندنسي يا اصدار من عنده طبعا بالصور شارحهن اوكي شنو البروبرتيز وين محطوطه البروبرتيز شلون ممكن اغير طريقه الديباج مال الابلكيشن الى اخره ال www root هو شنو هذا هنا دا يشرح انه هسه هنا شنو هو ال www root شنو اللي موجود اكو بداخله شلون اسوي رينيم لل www root هنا أنا ممكن يوضح لكم ككود شلون ممكن نغير نسميه نغير اسمه بعد طاب يشرح البروجرام ويشرح ايضا الستارت اب هسه احنا لحد هنا راح نعوفه ونروح على الكوماند لاين انترفيس من نوصل للكوماند لاين انترفيس هسه نطفي منه نعوف الموقع نجي احنا نشرح الاشياء اللي عندنا الاشياء اللي عندنا طبعا بطريقه مختصره خاف انه ما تقرون النظري او لانه انتم تتابعون وياي فعندنا اول شيء هي الديبندنسي الديبندنسي شنو الديبندنسي بيها يكون ثلاث شغلات حاليا هنا بس شغلتين لان الشغله الثالثه بعدنا احنا ما مستخدميها فلذلك هي ما موجوده الشغلتين اللي موجوده حاليا هي الفريم ورك والانلايزر والشغله الثالثه هي الباكج الباكج لانه احنا بعدنا ما منصبين اي باكج خارجي فما الها مكان هنا الفريم ورك احنا هسه احنا بدايه الشرح قلنا انه الدوت نت كور هو عباره عن فريم ورك يساعدنا انه نبني برنامج بواسطته فحاليا الفريم ورك المتضمن بالبرنامج مالتنا هو الـ .NET Core Framework والـ ASP .NET Core Framework أوكي؟ بينما الـ Analyzer هو يخص الـ MVC أو أيضاً يخص الـ .NET Core منزلنا هو الـ ASP .NET Core Analyzer والـ ASP .NET Core Component Analyzer والـ ASP .NET Core MVC Analyzer طبعاً هاي تقدرون أنه دبل كليك عليها وتباعون شنو الأشياء اللي بيها ممكن أنه تأخذوها اسمها Copy Paste وتروح تبعوها مثلا بالجوجل انه شنو هذا الفائده منه ليش انا بدي استعمله شنو يسوي هاي اذا تردوا تتعمقون بتفاصيل بعد اكثر البروبرتيز تحتوي على ملف لانش سيتنج دوت جيسون ملف جيسون اسمه لانش سيتنج هذا الملف يحدد او ينطي خصائص البرنامج مالتنا اثناء التنفيذ يعني شنو خصائص برنامجنا اول ما يتنفذ اوكي يعني مثلا الاي اس سيتنج مالته هل تعتمد على الويندوز اوثنتيكيشن هل تعتمد على الانونيموس اوثنتيكيشن الاي اي اس اكسبريس هو لوكال هوست وش قد البورت مالته البروبرتيز الاونلاين سيرفي هل هو بروجكت
اللانش براوزر الى اخره من هاي التفاصيل. هاي ايضا تقدرون تقرون النظري مالتها باي مكان بالجوجل، يعني مو هدفي مو النظري. ال WW root راح نلقى بيه عده شغلات، من عندها ملف لل CSS. طبعا اي شغله هسه احنا مو نبني ويب ابلكيشن، الديزاين مال هذا الويب ابلكيشن راح يحتاج من عندنا ملفات CSS على مود نتحكم بالخصائص مال البرنامج، نحتاج ملفات جافا سكريبت على مود نتحكم بالكود اللي راح نكتبه بهذا البرنامج بالجافا سكريبت، نحتاج لايبراري خارجيه مثل لايبراري البوتستراب، مثل لايبراري جي كويري. اوكي، فهاي الاشياءات مثل السي اس اس والجافا سكريبت واللايبراريز كلها راح نخليها بال WW root. فحاليا بي هو ملف للسي اس اس، هو مسوي لنا سايت سي اس اس، طبعا هو خال به هيك مجموعه سي اس اسات اوليه. اوكي، احنا ممكن نمسحها ونخلي السي اس اس مالتنا بمكانها. الجافا سكريبت راح نلقاه فارغ، لان احنا بعدنا ما كاتبين اي جافا سكريبت. اوكي، فارغ هذا. بعده اللايبراري هو باي ديفولت، لانه احنا دا نشتغل ام في سي، باي ديفولت هو منزل لنا اللايبراري مال بوتستراب كسي اس اس وكجافا سكريبت. الجي كويري باي ديفولت هو منزل لنا لايبراري جي كويري، ايضا منزل لنا لايبراري الجي كويري فاليديشن، ايضا منزل لنا لايبراري جي كويري فاليديشن ان اوبزرفتيف. اوكي، هاي انه ممكن تقرون عليها كل وحده على حده، يعني تقرون شنو البوتستراب، شنو الجي كويري، شنو الجي كويري فاليديشن. اوكي، هسه نجي نشرح على الكلاسات اللي تخص البروجرام والستارت اب. الكلاس اللي يخص البروجرام هو هذا. هسه كملاحظه كلاس البروجرام، سوري بس اكو احد طالع صوت من عنده، اذا يقدر يسوي ميوت. زهراء عادل، اذا تقدرين تسوين ميوت للصوت من يمك حبابي. فهسه هنا شنو عندنا؟ هسه نجي نكمل. الاونلاين سيرفي بي كلاس البروجرام. كلاس البروجرام هو المسؤول عن دورة حياة البرنامج كله. اوكي، كلاس البروجرام هو المسؤول عن دورة حياة البرنامج كله، يعني البرنامج مالتنا اول ما يبدي يتنفذ من هذا القوس، ومن يخلص تنفيذ يوم هذا القوس. فهذا السطر الواحد، هاي اللاين الواحد، هو مسؤول عن تنفيذ البرنامج كله بشكل كامل، يعني هاي المين بروجرام البرنامج مالتنا كله محطوط بداخلها. اوكي، على مود نفهم بالتفصيل شلون البرنامج مالتنا كله محطوط هنا، طبعا هسه بعد شوي راح ننفذ ونشوف الستيبات اللي راح يمر بها البرنامج، بس هاي بس مجرد كفد شيء اولي لنشرح الهيكليه مال ال MVC والعفو مال ال ASP.NET Core. لحد الآن ما طابين بال MVC، هاي هيكلية ال .NET Core. هاي المين بروجرام هو أول فانكشن تتنفذ بالبرنامج. أوكي، راح تجي تستدعي فانكشن ثانية اسمها Create Host Builder. هاي ال Create Host Builder موجودة وياها بنفس الكلاس. أوكي، فالمين بروجرام راح تستدعي فانكشن اسمها Create Host Builder. استدعت الكرييت هوست بيلدر. الكرييت هوست بيلدر ايش راح تسوي؟ راح تجيب كلاس اسمه هوست، تقول له كرييت لي ديفولت بيلدر، الهوست اللي هو خلينا نقول الويب او الموقع. تمام، الهوست هو الموقع، خلينا نفهمها. فراح نقول له كرييت ديفولت بيلدر، يعني هو من اسمه ما اعرف شلون اترجمه، بس هو كرييت ديفولت بيلدر. اوكي، بعدين شو نقول له؟ نقول له سوي لنا كونفيجر للويب هوست كديفولت، كونفيجر ويب هوست ديفولت. اوكي، وراح نعطيه اوبشن ويب بيلدر. هسه هذا الهوست البيلدر مالتنا اللي راح يصير الديفولت ايش راح يستعمل؟
راح نقول له استعمل كلاس الستارت اب على مود تبني الخصائص مالتك. هذا كلاس الستارت اب هنا جوا كلاس البروجرام بالسوليوشن. فالبروجرام ايش راح يجي يسوي؟ راح يجي يستدعي هاي الفانكشن. هاي الفانكشن راح تروح تستعمل الستارت اب. عن طريق الستارت اب راح تعرف شنو الخصائص اللي احنا خاليها بالبرنامج مالتنا. راح تاخذ هاي الخصائص راح تسوي لها بيلد، بعدين تسوي لها ران. اوكي، فالبرنامج مالتنا يبدي من المين، بعدين يستعمل الاشياء اللي راح نحطها بالستارت اب، يشوف شنو احنا الاشياء اللي حاطيها بالستارت اب يجيبها، يسوي لها بيلد، انه بيروح يسوي لها ران. اوكي، فهسه اذا نروح على الستارت اب على مود نفهم هو الستارت اب شنو بي اصلا، راح نلقى بالستارت اب عندنا هذا اسمه ستارت اب، بي راح نلقى كونستراكتر، بي اي كونفيجريشن بداخله اي كونفيجريشن متعرف هنا اي كونفيجريشن. هسه اكو شغله، هاي شغله يعني هي مو سهله ابد، هي كلش معقده. اوكي، لذلك انا ما راح اشرحها، وممكن انه فتره طويله او بنهايه البرنامج يلا اشرحها، لان شويه شغله مزعجه صراحه واستيعابها مو سهل لاي شخص. انا يمكن طولت فد 10 ساعات يلا فهمت هي شنو وشلون تشتغل. ف اكو هاي الشغله اسمها dependency injection. الديبندنسي انجكشن او الاي او سي هي مفهوم انه ال شلون افهمها، خلي القى صيغه مناسبه للشرح. انه على سبيل المثال انه فد يعني خلينا نقول وياي الكلاس مالتنا من يتعرف نخلي احنا بداخله فد شيء معين. يعني على سبيل المثال هذا الكلاس مالتنا الستارت اب، احنا خالين بداخله public configuration، نوع شنو؟ نوع اي configuration. اوكي، هذا اسم الفاريبل اللي احنا معرفيه، اعتبروا هذا خلينا نسميه على سبيل المثال اسمه تيست، ما يهم شنو اسمه. اوكي، عسى ما اسمه اكس، عسى ما اسمه واي. اوكي، اللي يهمني هو نوعه هو اي كونفيجريشن. اوكي، هذا الاي كونفيجريشن طبعا راح بعدين انه من نسوي ديباجر راح اقول لكم شنو الاشياء اللي راح تجي بي. هذا نوع اي كونفيجريشن عرفناه بداخل الستارت اب. بنفس الوقت هذا الاي كونفيجريشن لو كانت هاي الكونستراكتر ماكو، على سبيل المثال هاي الكونستراكتر لنفرض هي ماكو، هذا الكونفيجريشن طول فتره حياه البرنامج راح يبقى فارغ، ما راح تجي بي اي معلومات. اوكي، زين، يجي واحد يسال يقول زين هاي الكونستراكتر كانت محطوطه لعد شنو تسوي؟ هاي الكونستراكتر البرنامج اول ما يبدي يتنفذ هو عنده اشياء يريد يخزنها. اكو اشياء موجوده بالبرنامج، البرنامج باي ديفولت هو يخلقها، يعني مو اني انشئها ولا اي احد ينشئها، هو الدوت نت، الدوت نت كور هو ينشئها اثناء الران تايم. زين، هاي الاشياء اللي ينشئها الدوت نت كور اثناء الران تايم شلون ممكن احصلها؟ شلون ممكن اني استفاد من عندها؟ فاحنا شنو اللي نسوي؟ نعرف public اي configuration بالكلاس مالتنا، ونملي هذا الكونفيجريشن مالتنا اثناء الران تايم عن طريق الستارت اب كونستراكتر. الكونستراكتر هو عباره عن فانكشن اسمها مطابق لاسم الكلاس، ما بيها نوع وهي بابليك، يعني باعوا ما بيها نوع. هسه اذا هنا خليت فويد هاي ما صارت كونستراكتر، اعترض علي يقول لي ماكو كونستراكتر بيها نوع. مثلا اذا خليت اسمها انتجر، العفو نوعها انتجر، اعترض يقول لي الكونستراكتر ما يصير بيها نوع. فالكونستراكتر هي عباره عن فانكشن اسمها مطابق لاسم الكلاس مالتنا وهي بابليك وما بيها نوع. هاي الكونستراكتر نجي نخلي بداخلها باراميترز. قولي لي فهسه شنو احنا كنا نسولف على الكونفيجريشن. فهنا احنا عرفنا الكونفيجريشن، اوكي، وجينا سوينا كونستراكتر. البرنامج اول ما راح يتنفذ شنو اللي راح يسوي لنا؟
راح اذا احنا حاطين اي شيء بالباراميتر مال كونستراكتر مالتنا اثناء ما يصير ران هو راح يمليه تلقائيا. يعني البرنامج اذا يحتوي على اي كونفيجريشن اثناء الران هو من كيفه راح يخليها وين بالباراميتر مال كونستراكتر مال الكلاس اوكي تلقائيا. فالكونفيجريشن احنا من خالين هذا الباراميتر بالكونستراكتر مال الستارت اب البرنامج راح يمليه من وحده. هسه انوب احنا ناخذ هذا الباراميتر اللي يملاه البرنامج نضمه وين؟ نضمه بالباراميتر العفو بالانستنس اللي احنا معرفيه، لان هذا الانستنس مالتنا اذا ما ناخذه بالكونستراكتر ما نقدر ناخذه من غير مكان. فهذا الباراميتر اللي موجود بالكونستراكتر راح ينملي اثناء الران تايم، احنا ناخذ معلومات الباراميتر نضمها بالانستنس مالتنا على مود الانستنس مالتنا ينملي بهاي المعلومات ونقدر نستعملها بعدين. اوكي، فهذا مبدا الديبندنسي انجكشن، انه اكو اشياء تيجي اثناء الران تايم شلون احصلها؟ احصلها عن طريق الكونستراكتر، عن طريق البارامترات اللي تنحط بالكونستراكتر. ورا ما احطها بالكونستراكتر اروح اني لازم معرف مقابلها انستنس بنفس نوعها، بعدين اخذ الاشياء من الكونستراكتر من بارامترات الكونستراكتر واحطها بالانستنس مالتي. هذا هو مبدا الديبندنسي انجكشن. بعد باشياء جدا معقده، فاتمنى انه هذا بصوره يعني مختصر هو واضح. طمنوني اكو يعني دتواعون وياي؟ لا ما ادري، انا يعني رحت اخاف انه بعضكم عبال البث انقطع. خوش لان عبال النت مقطوع او هيك شيء، بس حتى اتاكد. نسوي هاي زين. هسه نيجي النوب بداخل الستارت اب اكو عندنا اشياء يعني فانكشنين جدا جدا مهمات. الفانكشن الاولى اسمها كونفيجر سيرفيس، والفانكشن الثانيه اسمها كونفيجر. هذين الاثنيناتين يشتغلن اثناء الران تايم، يعني اول ما يبدي البرنامج مالتنا يصير اكتيف هسه ويريد يشتغل راح تشتغل الكونفيجر سيرفيس. الكونفيجر سيرفيس اثناء ما تشتغل هاي راح البرنامج، يعني خل نرجع خطوه هنا، اجى البرنامج مالتنا هنا استدعى هاي راحت استعملت الستارت اب. اول ما استعملت الستارت اب اول وحده راح تشتغل بالستارت اب هي الكونستراكتر، بعدها راح تشتغل الكونفيجر سيرفيس. ورا ما اشتغلت الكونفيجر سيرفيس راح يرجع وين؟ راح يرجع هنا، راح يرجع هنا يسوي بيلد. ليش يسوي بيلد؟ لان احنا بالكونفيجر سيرفيس دا نقول له على سبيل المثال دا نقول له يابا ضيف لنا للبرنامج مالتنا استعمال الكنترولر وذ فيو، هاي مفيده على مود الام في سي. طبعا هسه بس مجرد يعني مو شرط انه تفهمون شنو هاي بالضبط، بس يعني اريد بالبدايه اشرح دوره حياه الابلكيشن منين دا تبدي وين دا تنتهي. فراح يجي هنا على هاي الفانكشن ياخذ الاشياء اللي احنا ضايفيها هنا، سواء حاجه ثانيه حاجه ثالثه، كم سيرفيس احنا ضايفين، قرا مجموعه السيرفيسات اللي احنا ضايفيها، راح يروح شو يسوي لها؟ راح يروح يسوي لها بيلد، يبنيها، يعني يروح يضمنها داخل البرنامج. بعد ذلك من يسوي ران راح يرجع وين؟ راح يرجع هنا على الكونفيجر. طبعا هذا الكونفيجر احنا مو معرفين بداخله اي ابلكيشن بيلدر، ومعرفين بداخله اي ويب هوست انفايرمنت، هذني ايضا راح ينملن عن طريق الديبندنسي انجكشن. هن باراميترات، طبعا حتى هاي الاي سيرفيس كولكشن هاي ايضا راح تملي عن طريق الديبندنسي انجكشن. يعني البرنامج منه ومن وحده يدز باراميترات لهاي الفانكشن، من يلقى بيها باراميتر بهاي الفانكشن باي ديفولت هو يمليها بالران تايم اثناء الران تايم. هذا هو مفهوم الديبندنسي انجكشن. فاول شيء يشتغل هو الكونفيجر سيرفيس، بعدين راح يشتغل الكونفيجر. بالكونفيجر سيرفيس نعرف الاشياء او السيرفيسات اللي احنا نريد نخليها بالبرنامج مالتنا. يعني على سبيل المثال خلي مثلا على مود انه تكون بصوره واضحه، راح
اسوي كلوز لهذا السوليوشن، افتح سوليوشن ثاني اللي هو خلينا نقول سوليوشن ثاني اللي هو هذا اونلاين كلينك. هذا موقع العياده الالكترونيه اللي قد يعني انتم شفتوه منشور بقناتي، اوكي، بس حاليا شغال والناس ده تستعمله، مشتغل ترى بنفس مسويه بنفس الطريقه نصا اللي هسه انا دا اشرحها. فراح نروح على الستارت اب مالته، لانه انا باعوا كميه الاشياء اللي انا مستعملها بداخله. ف طبعا هذا بعدين كله راح نشرحها، بس مجرد انه اريد ابين لكم اكو كود قدامكم. هسه هنا بتشوفون انه هذا الكونفيجر سيرفيس نفسه هو الكونفيجر سيرفيس اللي موجود عندنا هناك. بس هنا اذا تلاحظون انه بداخل هذا الكونفيجر سيرفيس باعوا كم سيرفيس اني خايل له، قايل له اد ميموري كاش، قايل له اد كورس، قايل له اد ام في سي، قايل له اد ام في سي كور وقول له سيت كومباتيبلتي ويا هذا الفيرجن، قايل له اد كنترولر وذ فيو، قايل له اد اوثنتيكيشن وروح استعمل لي الجيسون، روح استعمل لي الجيسون ويب توكن على مود تسوي لي الاوثنتيكيشن. بعدين رايح قايل له اد كونستراكتر، بعدين رايح قايل له اد اوثرايزيشن. هذني كلهن هاي السيرفيسات كلهن انا وين ضايفن؟ ضايفن بالكونفيجر سيرفيس. فالبرنامج هنا بالبروجرام من يريد يسوي بيلد راح يروح شو يسوي؟ راح يجي يقرا ذني كلهن، يقرا كل هاي السيرفيسات اللي احنا ضايفيها، وممكن انه بعد نضيف سيرفيسات حسب حاجه برنامجنا. راح يقرا كل هاي السيرفيسات اللي احنا ضايفيها، بعدين يروح يسوي لها بيلد، اوكي؟ او يسوي لها بيلد ويجي يقرا هاي السيرفيسات. على كل حال، بعد ذلك الخطوه اللي وراها، ورا ما افتهم انه شنو هن السيرفيسات اللي راح يضيفها للبرنامج، بعد ذلك راح يجي يستدعي، ورا ما خلص هاي الفانكشن الاولى راح يجي يستدعي فانكشن الثانيه. بداخل الفانكشن الثانيه راح نستعمل السيرفيسات اللي ضفناها بالفانكشن الاولى. على سبيل المثال اذا بالفانكشن الثانيه مستعملين سيرفيس واحنا ما ضايفيها بالفانكشن الاولى، فهذا راح يكون في شيء خطا. لازم احنا نقول له ضيف لنا هاي السيرفيس، بعدين بالفانكشن الثانيه نقول له استعمل لنا هاي السيرفيس. يعني على سبيل المثال جاي انا هنا قايل له يوز راوتينج، يوز كورز، انا فوق ايش قايل له؟ قايل له اد كورز، جاي جوه قايل له يوز كورز، فوق ضايف له اد اوثنتيكيشن واد اوثرايزيشن، جوه ايش قايل له؟ قايل له استعمل له يوز اوثنتيكيشن ويوز اوثرايزيشن. فوق احنا مستعملين مبدا الام في سي كور ومبدا الكنترولر وذ فيو، جوش خالين اند بوينت، هاي كانما هي يوز المن لل كانما هي يوز للام في سي وللام في سي كور، اوكي. طبعا قايل لي اد ميموري كاش، نقدر جوا ايضا انا هاي جوز ناسيها، انه جوا ايضا نقدر نقول هنا طبعا بعد ال يوز ورا الستاتيك فايل ورا الراوتينج ورا الكورز، انه ممكن هنا نقول له application dot use ما بيها يوز الميموري كاش. الميموري كاش نقول له بس فقط اد، اوكي، انا ابي بيها يوز شوي خربطت. الميموري كاش نقول له بيها فقط اد، اليوز مالتها راح يكون بغير مكان. هسه اجى بالي اليوز مالتها راح يكون بغير مكان، يعني ما بيها هنا يوز، اوكي، لان احنا الميموري كاش ما نحتاجها بالستارت اب، نحتاجها بالكنترولرز، هاي راح نوصل إلها فيما بعد. فهاي اللي هو الاشياء اللي راح تنحط بالستارت اب والاشياء اللي راح تنحط بالبروجرام. هسه نسد هذا السوليوشن، نفتح سوليوشن اتصور انا سويت في شيء اسمه اونلاين سيرفي، ما ادري سيرفي اونلاين شو، والله خليت كده اونلاين سيرفي. هذا اونلاين سيرفي، اي اونلاين سيرفي، اوكي بس انا متاكد منه. هسه راح نخلي ديباجر، سوري اتصور انه الموضوع تعدى الساعة، بس اكمل هذا الديباجر ونقفل، وان شاء الله الموضوع الثاني نشرحه بالساعة يعني بالمحاضرة الجاية. هذا الديباجر حطيناه هنا،
هسه نجي نحط ديباجر بالستارت اب بالكونستراكتر مال الستارت اب، نحط ديباجر بالكونفيجر سيرفيس، ونحط ديباجر بالكونفيجر على مود نعرف انه شلون البرنامج راح يبدي ينتقل بالسرعه من بين البروجرام الى الستارت اب. طبعا نخلي بريك بوينت ايضا هنا، مجرد انه اطخ هنا يصير بريك بوينت على اي شيء اريده، يصير بريك بوينت على مود التنفيذ من يوصل لهاي الخطوه يوقف. هسه ننفذ هسه بعد دا ينفذ شوي هاي، بس لان اول تنفيذ شوي ياخذ وقت لان يبدي يسوي بولد لكل شيء. زين، فهسه نجي طبعا انا دا انفذ بالكروم، فنخلي هذا بصف الكروم. بعد بعد كل شيء ما صاير، تو بدا يشتغل، هسه تو بدا يسوي رام. اصلا الرام بعده ما صاير للعلم، الرام بعده ما صاير. اول مكان وقف بيه البرنامج او وقف بيه الديباجر هو وقف يم المين، وقف يم القوس البداية مال المين. اوكي، اذا هذا معناها انه هاي هي اول فانكشن راح تتنفذ من هنا، من هاي النقطة نمشي خطوة خطوة. طبعا اريدكم هم تعرفون يعني تتعلمون مبدأ الديباجر على مود بعدين انه من يطلع لنا مثلا ايرور بالبرنامج نخلي ديباجر ونشوف احنا وين دا يطلع الايرور، وممكن انه نقرأ الاشياء اللي دا تصير. اوكي، طبعا هاي عبارة عن اري سترينج فارغة، كل شيء ما بيها، يمكن كل شيء ما بيها، لا والله بيها بيها لانشر اركس. هاي طبعا هاي هو اجتي من البرنامج، لان يعني ما حد مستدعي المين، هو الدوت نت كور هو اللي شغل المين. اوكي، فننتقل خطوه واحده. هسه هذا راح يستدعي هاي الفانكشن، هاي الخطوه راح تستدعي هاي الفانكشن. ننتقل خطوه واحده، استدعى هاي الفانكشن. اوكي، هسه اذا ننتقل الخطوه الثانيه، ارجع هسه هنا افتهم انه هو منو راح يستعمل هاي لحد الان. رجعت له هذا الشغل، يعني هاي كلها لحد الارجز، يعني كانما تخيلوا البولد والران ما موجود، لحد الارجز، لحد القوس السده مال الارجز، هاي كلها تنفذت ورجعت له الناتج. الناتج مالت من؟ الناتج مال هاي الفانكشن كلها رجع لحد الاركس. هسه هذا الناتج اللي رجع اللي هو يحتوي الستارت اب راح يصير له بيلد، بعدين يصير له ران. اوكي، فهسه اذا نمشي خطوه واحده للامام، اجا وين؟ اجا على الستارت اب. من بدا يصير لران، اوكي، من بدا يصير لران اجى وين؟ اجى على الستارت اب. ليش؟ لانه انتم لو تقرون هنا هذا الكومنت اللي هو اصلا اجى من عن طريق البرنامج، يقول this method get called by the runtime، يعني من يصير البرنامج مالتنا يبدي يصير لران راح يبدي يطب وين؟ يبدي يطب على الستارت اب. شوفوا هاي الكونفيجر باي ديفولت انملت عن طريق البرنامج، يعني هاي انملت عن طريق الديبندنسي انجكشن. بيها بروفايدرز، بيها فايف بروفايدر، كل واحد بداتا شكل، كل واحد بكونفيجر شكل، وهاي ما تخلص. زين، بيها بروفايدر، بيها تشينج توكن، اذا نفتح هاي تشينج توكن، بيها اكتف تشينج كول باج، وبيها هاس تشينج، والى كوم شغلات بيها، بيها توكن، بيها كوم شغلات. صراحه انا مو كلش مدقق بهاي الاشياء لان ما احب اطب بحاويشها، على قد ما انه احب انه اطلع فد شيء يشتغل. اوكي، ممكن انه او تقرون عليها انه شنو الكونفيجر، شنو الاي كونفيجر، وشنو الستارت اب. اوكي، فهسه هذا باي ديفولت اجى عن طريق الديبندنسي انجكشن. هسه هذا
بي داتا، ونوقف عليه بي داتا، بينما هذا مالتنا فارغ بعده نل. اذا هسه شنو اللي راح يصير؟ راح ناخذ هذا الباراميتر اللي بي داتا واللي اجى عن طريق الديبندنسي انجكشن ونضمه بالمتغير مالتنا اللي احنا معروفين هنا خزناه. هسه المتغير مالتنا صار يحتوي على معلومات مطابقه لمعلومات الباراميتر اللي نملها اثناء الديبندنسي انجكشن او اثناء الران تايم. ننتقل خطوه ثانيه. هسه ورا ما كمل الستارت اب، ورا ما كمل الكونستراكتر وكمل عمليه الديبندنسي انجكشن مال الكونستراكتر، راح وين؟ راح على الكونفيجر سيرفيس. ايضا السيرفيس هاي انملت عن طريق شنو؟ انملت عن طريق الديبندنسي انجكشن. طبعا هاي بيها 78 سيرفيس. اوكي، ممكن اذا نفتحها ضعوا عدد الاشياءات وعدد السيرفيسات اللي موجوده. خير من الله. زين، 78 وحده، كل وحده بيها شكل، كل وحده بيها كونفيجر شكل. يعني على سبيل المثال خلينا نفتح هذا رقم صفر. شوفوا هذا رقم صفر اللايف تايم مالتها، النيم مالتها اي هوستنج انفايرمنت. الرقم واحد النيم مالتها هم اي هوستنج انفايرمنت. رقم اثنين النيم مالتها هوست بلدر كونتكست، هاي اسمها اي كونفيجر، هاي اسمها اي ابلكيشن لايف تايم، هاي اسمها اي هوست ابلكيشن لايف تايم الى اخره. كوما 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 فيجرات. اوكي، احنا كلهن نقدر نستعملهن طبعا حسب الحاجه. فهسه احنا ايش قلنا لهاي السيرفيس؟ قلنا له يابا ضيف لها، ضيف لهاي السيرفيس اد كنترولر وذ فيو. فهو هسه راح يضيف هاي السيرفيس الجديده، يضيفها لهاي السيرفيس. طبعا بس قبل لا نضيفها، هسه هاي الكاونت مالتها 78، منضاف هاي السيرفيس الصور باعوا ايش قد الاشياء اللي زادت. كان الكاونت مالتها 78، ليش؟ لانه من اجتي هي اول شيء من صار لها كونستراكتر، يعني من اجتي بالبدايه اثناء الديبندنسي انجكشن هي بيها 78 سيرفيس باي ديفولت. هاي ال 78 سيرفيس منين جايه؟ جايه عن طريق الاي اس بي دوت نت كور وعن طريق الام في سي. من احنا قلنا له ضيف لنا كنترولر وذ فيو، راح زيدها من 78 لل 241. يعني تخيلوا حجم السيرفيسات اللي انضافت عن طريق هذا الايعاز. اوكي، وممكن كل ايعاز، كل اد نقول له راح يضيف لنا سيرفيسات بعد اكثر على الابلكيشن مالتنا. فهسه حاليا صار الابلكيشن مالتنا يحتوي على 241 سيرفيس. اوكي، وكل ما نقول له اد سيرفيس بعد راح يضيف لنا سيرفيسات بعد اكثر عليها. من خلصت هاي الفانكشن رجع هنا. اوكي، هسه لحد هنا خلص البلد. الفانكشن الاولى نفذها اثناء البلد. هسه حيروح ينفذ الران، الران حيستدعي الفانكشن الثانيه. من راح ينفذ جزء الران اجى وين هسه؟ اجى على جزء الكونفيجريشن. جزء الكونفيجريشن هسه هذا راح يتنفذ، هنا راح يقول له شنو يستعمل. راح يقول له مثلا اذا كان الانفايرمنت هذا شنو الاي ويب هوست انفايرمنت، هذا راح يفهم البرنامج انه احنا دا ننفذ البرنامج مالتنا مثل هيك دا ننفذه لو البرنامج دا يتنفذ هذا على السيرفر. لان هسه احنا حاليا دا ننفذه ببيئه برمجه، يعني هذا البرنامج دا ننفذه بالفيجوال ستوديو، هذا مو فد شيء لايف او مو فشي صاعد على انترنت ودا يشتغل من وحده. اوكي، لا، هذا فشي احنا دا ننفذه. فهاي الانفايرمنت راح تشوف انه هو دا يشتغل ببيئه الديفلوبمنت لو بيئه الران على السيرفر. فحاليا احنا بيئه الديفلوبمنت، فهذا راح يصير ترو. وش راح يقول له؟ يوز ديفلوبمنت اكسبشن بيج. اوكي، لو فرضا احنا اذا رفعناه على السيرفر وبدا يتنفذ على السيرفر ما راح ينفذ الاف، راح ينفذ الالس، لانه على السيرفر احنا بدنا نشتغل ببيئه التطوير، بدنا نشتغل ببيئه التنفيذ الحقيقي اللايف. اوكي، فما راح تكون بيئه ديفلوبمنت. بعدين هنا راح يجي يقول له يوز الاتش تي تي بي ريدايركشن، راح يقول له يوز الستاتيك فايل، يوز الراوتينج، يوز الاوثرايزيشن، يوز الاند بوينت الى اخره. راح نقول له كونتينيو. هسه ورا ما كمل سوى بيلد، سوى ران،
نفذ الستارت اب، نفذ البروجرام، نفذ البرنامج مالتنا. هذا الهوم وهاي البرايفسي. نرجع للهوم، هاي البرايفسي. هذا لحد الان مفهوم او سير عمل انه البرنامج شلون دا يشتغل بالدوت نت كور، بالاي اس بي دوت نت كور. اوكي، ان شاء الله بالمحاضرات الجايه راح اوضح انه كل وحده من هذني شنو السيرفيسات اللي راح نضيفها. طبعا اثناء ما نشتغل، يعني انا شفتوا انه من عرضت لكم قبل شويه الاونلاين كلينيك، العياده الالكترونيه، شفتوا انه بها هوايه سيرفيسات، شفتوا انه بها هوايه يوز. فان شاء الله كل ما نشتغل ونحتاج حاجه نجي نقول يابا راح نستعمل هاي الكونفيجر، نضيف هاي السيرفيس ونروح نستخدمها. فهذا بس مجرد كتوضيح اولي لمبدا عمل الاي اس بي دوت نت كور، توضيح اولي لشنو الاشياء او الفولدرات اللي تخص الاي اس بي دوت نت كور. حد هنا خلصت المحاضره، سوري صارت ساعه وخمس دقائق كتسجيل، لان انا صارت عليكم اكثر لان شويه قاطعتكم. فان شاء الله بالمحاضرات الجايه نكمل نشرح شنو الام في سي. هسه احنا لحد الان ما شرحنا اي شيء عن الام في سي، بالمحاضرات الجايه ان شاء الله نشرح شنو هو الام في سي.